ثم يوجه طلبه الى مختلف مراكز ومكاتب ومصالح المركز. الاعمال التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي اليوم على ضوء التحولات التي عرفتها وتعرفها بلادنا من الناحيه السياسيه والاجتماعيه، زياده على الخطر وكذا التهديدات الداخليه والخارجيه، يستوجب على شباب الخدمة الوطنية الوقوف إلى جانب وطنهم للمحافظة على الوحدة الترابية، وهذا بالتصدي بحزم للمؤامرات والمكائد التي تحاك ضد تحقيق أمن واستقرار بلادنا. فهم الخزان الأساسي للمولد البشري لقواتنا المسلحة، خاصة في الظروف الصعبة التي تستدعي الاعتماد على أبناء الوطن المخلصين